2020 أهلا بكم في موعد جديد من فير بلاي. فير بلاي معكم اسلام المد في الاعداد والتقديم، احمد بالخوجة في الاخراج وادم في الاخراج الرقمي. امن لكم الفيديو لللايف ستريمينج الموجود بدايه توت سويت على الباج نتاعنا اكسبريس اف ام والا اكسبريس اف ام سبورا. نجموا تتابعونا من خلال لي فريكونس نتاعنا في تونس الكل في العالم الكل من خلال السيت نتاعنا راديو اكسبريس اف ام بوان كوم. تنجموا تشاهدونا بالصوت والصورة كما قلت من خلال لايف ستريمينج اللي بدات توت سويت على الباج نتاعنا اكسبريس اف ام. ضيفنا كالعادة اليوم مواضيع متعددة نحكيو فيها. البداية باش تكون مع ضيف من خلينا نقولوا من طراز خاص، المعدل البدني السابق للولاد البيضاوي، المعدل البدني الحالي الاولمبيكي خريب قال مغربي مناف نابي التونسي. مناف اهلا بك. مرحبا خويا سلام ومرحبا في المستمعين كيف حالك؟ شنو الامور خويا واش عامل فيك السخانة؟ خويا شوف كيما الناس الكل بيريود نتاع ديكونفيمون، بيريود نتاع الناس الكل معناها خرج من السيتياسيون نتاع حطرة كيما قلت لك، معناها كنا تحت خمس نجوم توا قاعدين نحاولوا باش نلقاو سوليسيون، الناس الكل على اعصابها، شامبيونات ماتش ما أصبح عام تعدينا خاطر صراحة ما خدناش عطل ما خدناش بطولة ما تمتعنا بشيء العام هذايا على قريب وباش ترجعوا على قريب نورمالمون يبدا احنا لعبت 4 جوي ان شاء الله ديما غاشت على الشامبيونات ورجعنا نخدمو اول ماتش اوفيسيالمون خدمو بالكلوب اللي عندهم لي ماتش فتاغ الرجاء والوداد عندهم الماتش فتاغ، احنا اول ماتش ان شاء الله لويت فوت مش يكون مع الوداد معناها نحط الحظ وما سوء حظي اول ماتش ضد الوداد. خويا بالتوفيق ان شاء الله مناف. خلينا نبدا اول سؤال مناف، اسمك اكيد تطرح برشا بعد مقابله الترجي والوداد، الناس كل تونس كل ولاد تعرفك، قبل الماتش هذا اللي ما يعرفكش ويا مناف، خدمت برشا في تونس في ليتوال، ظهر لي المستير ما عرفش كان اشغال في المرسى، قدم روحك مناف من العباد اللي ما تعرفش مناف نادي قبل الماتش الوداد وترجي. والله استاذ تربية بدنية، خرج من قطار السعيد، لعب كرة ليجان، الحمد لله من 2008 نخدم في لونيفو، معناها ماتش غالط معناها اللي قلته المسيرة نتاعي تقريب الحمد لله معناها من الاتحاد الرياضي المنفير، انا ابن المنفير جمعيتي الام، خدمت في المنطقه الرياضيه في مرسى، خدمت في ليبيا، خدمت في المغرب 2014، خدمت في نجم الساحلي تقريبا 3 سنوات، حصل تقريبا على 9 ألقاب فيهم بطولات محليه وبطولات معناها في سواق الخليج نجم البحريني، اشتغلت مع لطفي جباره في دب الحسن الاماراتي، معناها الحمد لله معناها مسيرة متواضعة والحمد لله واحد قاعد يخدم وإن شاء الله من حسن إلى أحسن، يعني شوف التجارب عديدة، مانيش صغير في الدومين برشا ناس ما تعرفنيش صغري، ولكن الحمد لله أنا إنسان ما عمري مشكلة بتاتر صدف شاءت أنه باش تكون بوليميك تاع مناول، ولكن علاقتي طيبة مع الناس كله خيان مع الناس سواء مدربين كيف ديجا قلت لك معناها أنا من أقرب الناس مدرب لطفي جبارة اللي هو ولد الفرنسا اللي زيتوني تقريبا رمضان كيرا مع بعضنا، معناها انا لابليفار نتاع المكشخه صحابي برشا، وكما قلت لك ما نحبش برشا في اللي ديتاي، مي مانيش نبي الحمد لله منظر لك باير كيقول لك لطفي رحيم لطفي جبارة هذوما مدربين خدمت معاهم في تونس، سواء نخدم مع احمد العجلاني خدمت مع احسن مدرب في افريقيا اللي هو فوز البنزرتي الحمد لله الحمد لله شوف لك اكثر من هكا. واضح مناف كما يشغلت اول تصريح هذا في وسائل الاعلام التونسيه بتكلم، كنت تكلمت في المغرب شفناك في تونس تكلمت بعد النهائي ولا لا؟ صلح لي كاني غلط. انا نهائي في الالي ولا في الرتور؟ بعد ماتش الرتور مع بعد الفينال نتاع الوداد وترجي معنا. لا 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 ما تكلمتش بكل، انا بعد ديكلاراسيون اللي صارت في ماتش الالي امتنعت اني حتى باش نتكلم وما نكذبش عليك سي عشوا باش نصلح معلومه خويا اسلام، وانت نشكرك بالمناسبه اللي معناها استضفتني في البرنامج نتاعك وانا هذه شهاده نفتخر بها. على حبيبي. تقريب اول راديو نطلع فيه نتكلم بعد سنه. نعطي فكره لو خيانة وين راهو احنا في المغرب باش الناس تفهم، خاطر فما ناس دخلاء قاعدين يتكلموا وما قدرتش نجاوبهم انا، اللي هو تقريبا ما عندوش حتى 4 رجل في تونس باش يجي يتكلم على الناس ولا باش يحكي عليه، فما ناس تكلمت غير ما نعطي اسم يعرف روحه هو ما هزش حتى شامبيونات في تونس باش يتكلم عليه، باش نقول له راهو اليوم في العالم اليوم في العالم راهو البريباراتور فيزيك مش كيما تخسيلو انت معناها ما يتكلمش ولا ما يذكرهاليش ولا ما يحكيش ولا راهو انا مش اول مره نتكلم، ولكن هذا ما يبينش انه انا كنت اشو انا نورمالمون ثم صوت تكنيك ما حكيش تكلم خاطرني انا سخون وقتها واشو
معناها غلطه ما عقليش تكلمت وانا اشوف قلت نجم نكون انا اخر واحد يترف وزير باش ما نغلطش وما نمسش حق الناس ما نقولوا بلغتنا في تونس مش مستانسين معاد بدن يتكلم خاطر ما نافي يمكن شنو قلت لي اسلام قلت لك في تونس مش مستانسين واحد بدن يتكلم خاصه لا لا احنا ما نافي حتى على البطولات اسمع فيها ما نافي الفريق فيزيك فاحنا لهنا مش لاشنيه في تونس انا مش جيت له كبير ويحكيوا معاه على الكوتي في بي يا اخي عندك بريباراتور فيزيك تحكي مع طبيب ولا انت باش تحكي سؤال معناها تخص اني حكي ما تو في الكامبيون انا قلبي يوجعني كي نشوف لي ثلاث سوايع تستضيفوا في الطب واللي بريباراتور عندك تبارك الله من البريباراتور سيرتو تو الخير اللي جاني اللي قاعدين يطلعوا تو تبارك الله معناها انت علاش ما تعرفش بريباراتور فيزيك تحكي معاه على لي سوليسيون تاع دي كونفينمون ولا سوليسيون استراتيجيك تاعت الميدسان معناها انا الميدسان عنده اختصاصه من حق ولكن راهو البريباراتور فيزيك تبارك الله معناها رانا عاملين دبلومات انا واحد منك عندي كفاءه انا من حقي زاد باش نتكلم في نافي راي في الامور الفنيه ولكن اختصاص كره قدم اداب بدني نجمو نحكيو ونتكلموا راه احنا عادي عندنا غادي مونتاليتي اخرى ونيفو اخر ونعملوا محاضرات غادي رانا ويعيطونا حتى على المستوى الجامعه وناخذوا راينا ديريرمون في طاس كونفيرمون كلموني وعملت رابور وعطيته معناها ما نجمش كيك معناها في الفرق الفيزيكي ما تقولوا احنا جنود الخفاء ما نتكلمش ولا ما نحكيش عنده الديكلاراسيون اللي عملتها اللي فيها معناها فيها وعليها مناف ما خديش نكمل السؤال وقال ممكن نكمل ممكن تسمع فيه انت حاول تسمعني شوية مناف قلت لك السؤال متاعي مش هذا معناه قلت لك استنسنا المعد البدني خاصة يحكي في الأمور متاع الأعداد البدني حدث كما هكا ما يحكيش برشا في تونس في الأمور الفنية هي يمكن أذيل للموها عليك شوية في تونس بيه أبشان طالبك حاشا بعد ما خرجت فوز البنزر ما كان شما أجوان في البداية كل فاطمه كنت انا الوحيد وقتها كنت كان معنا ديريكتور تكنيك وانا مش فما موسى نداو كل فاطمه بعد كل ماتش ديكلاراسيون كنت ناخذ انا نتكلم مش فما موسى نداو الفاز نتاع الشامبيونز ليغ بعد ما مشيت في فوز البنزر في المنتخب قعدت انا مني اجوا مني بريباراتور فيزيك في البدايه فهمت كل فاطمه انا نعمل ديكلاراسيون مانيش فاهم قلت لك مش فما موسى نداو نورمالمون لا موسى نداو ما كانش يقعد معنا على البنك وموسى نداو يحكي فرنسي ما يحكيش عربي وانتم تعرفوا الصحافه كيف شي واحد يحكي هما يحبوا شكون يحكي بالعربي موسى نداو كان تعمل سلطه وصار قرار انه يعمل ديكلاراسيون موسى نداو كان معنا وقت المدير الفني اسمه كيتيوي الهيد كيتيوي ادخل تلقى المدرب معنا بروفيزوار ما حاطين قبل ما يجي المدرب الفرنساوي انت ممكن يجي راريني فهمت شنو نقصد؟ باهي مناف انت ممكن تخمرت شويه شفنا خاطر فوزي رغم اللي صار في الماتش فوزي كان منفعل في الماتش لكن كي تكلم كي تحط له ميكرو حكي براسانا انت انفعلت شويه صحيح حكا صحيح لا صحيح انا قلت لك اللي تعرف بالذنب فلا ذنب علي انا قلت لك كنت اشوف ما حقتش اصلا تكلمت مي هو حتى الفاز الصراحه حتى في الاورجانيزاسيون انا كي خرجت كي ما عرفتش كنت حاضر ولا في المغرب غير انا لا 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 بيت هما وين عاملين معناها الباساج فهو في الباب باش تلقاه معناها يا اما باش تدز الميكرو تتعدى يا اما باش مش في تيتر اوبوزي انت وجيت قعدت في كونفيرونس معناها هما شدوا لي حطوا لي ديريكت الميكرو وانا وقتها كنت متعارك مع حتى اسمه الاربيت هذاك خارج انا وياه في تونس فهمت الى علينا ان توكا واحد يغلط كوران يغلط ما فيهاش هذه انسان يتعلم وانا ما انسان ربيت هكا يغلط كوران يغلط هل ما فماش اكثر منه طلعت في الحدر هذه وطلبت اعتذار وحكي معايا راجي وحكيت مع فما دخلاء كانوا في البرنامج تحيه وقت سامي برومي ما فما ناس في البلاتوم معناها ما عندوش ربع تي في وما رانا حتى جمعيه باش يجي يقيمني انا ولا يقول هو شكونه من حقك تقول ما انا غلط ما تقولش تدخل في كل التفاهات شكون هو واش معناها انت قيمني كيما انت تو هذيك الساعه اسلام قلت لي مناخ ما تراش روح معناها نقول لك صحيح اغرب اما ما تدخلش في التقييم الشخصي قول شكون هو مثل تدخل على جوجل ولا يوتيوب تعرف شكون مناخ وانا الحمد لله انسان عندي قيمتي في المغرب وناس تحترمني مناخ فاش غلطت بالضبط فاش غلطت قلت برشا كلام انت فاش شنو غلطت بالضبط قلت ترجي مستين تربح بالطرق هذه عملها ما نبحث زوز وثلاثه فاش غلطت عم نعرف من عندك انت فاش غلطت بالضبط ندمت عليه شوف انا اول حاجه ما حقنيش تكلمت وانا اشوف معناها تنجم تقول تخرج كلام تاع تمرز فهمت حتى في الاخر شكون انا باش نقيمها ترجي معروفه مانيش انا باش نجي نقول لك ترجي لا فريق عنده طرق لا ترجي فريق الميريت ترجي تبارك الله عليه هز الشامبيونز ليغ قبل ما يلعب معنا معناها فريق كبير ومش انا باش نجي نحكي عليه نقول فريق ترجي من احسن الفرق في افريقيا ولكن المانيا اللي حكيت بها اللي فيها انفو اجريسيف
بتقدر الكونتكست اللي تي معناها هاش اقول لك حاجه. انا شنو قلت وقتها؟ قلت مجدي تراوي في كونفرنس بريس قال احنا جايين شرحوا برشا خبز. اي هذه معناها راهو يا اسلام فما صار شويه تنصير راهو اللي شفتوه انتم راهو فما قطار فما اذاعات انت تو حكيت كلام صحيح اللي قلتوه انت. اما فما ناس عملت راهو قصت وركبت راهو معناها باش يركبوا لي صوره كاني انا ارهابي كره قدم ولا انت باش من حق جمهور ترجي يغير على جمعيته وهذا حق فيهم. لكن انا راني ما جبت شيء حتى حد حكيت فنيا ولكن اجريسيف قلت كلام ما يتقالش ما حقنيش قلتهم يتقالش في كلاتول في ميكرو. اي ما نافق انت قديم في الكرة تعرف اللي في الكرة فما الخبز والدهاء الكروي موجود هذا حكى عليه مجد الدلاوي وقتها. اه هو قال قال احنا ما جيناش نشرب كورة جينا نشرب برشا خبز. انا قلت قلت له مراه كيما قال مجدي راهي قال احنا ما جيناش نلعبوا كره جيناش نلعبوا برشا خبز وتبريت الخبز. لكن طرف راجي ما عندوش دخل. انا بتاتر كنت نجم اللوم الاربيتر ما عندهاش دخل. راجي جات لعبت ماتشوها صحتها عملت ماتش بالي واحد واحد والريتور راكم شفتوا شنو صار معناها بالنسبه ليا راجي ما عنده هذا دخل. انا نورمالمون ما نجبدوش تعرف نحكي على الحكم نحكي على ولكن في سبحان الله لما غلطت غلطت معناها كي خرجت الكلمه خرجت مش نجم نرجعها الكلمه. صحيح صحيح. يقال 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 مناف انه فما حق الداخل يا عتراجي باعتبار انك خلي كمل سؤال مناف 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 خلي كمل سؤال مناف خلي كمل سؤال عايش كول وما عندي حتى مشكله مع اي فريق مناف الحمد لله يا ربي مناف فين ما خدمت جامي صارت لي مشكله مناف خلي كمل سؤال جست خلي نكمل سؤال خاطرك انت من حبيت توالي وقال هكا معناها انا جمعيتي الام السير لطوال جمعيه خدمت فيها وزدت فيها اربع تترويات هذيك اول فريق هزت مع اول تيتر في حياتي معناها كان تونس اول تيتر من حياتي هزته مع لطوال. بالنسبه لي الجمعيه اللي باسم مريولا تقعد هذيك معناها لطوال بنت الساحل بالنسبه لي معناها لطوال جمعيه الساحل ولطوال يعني فريق كبير وما عندي حتى مشكله معناها فهمت معناها انا تربيت في الساحل باش نقول لك انا لطواليس انا 100% مونستيريا جمعيتي الام هي مسير ولطوال جمعيه نحبها وخدمت فيها ونحترمها يعني ما عنديش حقد على حتى فريق. نحن نعرف عندك انت ماني في الفيرسيون نتاعك شنو صار في النهائي الاياب في تونس؟ نحكي بتبيع على الخروج من الملعب وايقاف المقابله شوف بالنسبه للاياب بالنسبه للماتش الاياب ما راهو احنا لعبنا مباراه كره قدم كما ذهبت من الاياب كاش قلت كاش نقول لك راهو تتمتع بالفار ذهاب واياب هكا ولا هذا القانون اللي عملته الكاف. اي اما اسمك تعرف اللي غياب الفار ما يمنعش انه المقابله تتلعب معنا شوف هذا قانون الفيفا هذا قانون الفيفا البروسيدور كيف صارت. انا مانيش محامي ولا حكم ولا انا انسان جيت نلعب كوره جيت نلعب كوره فما اسمه الفار انا في الماتش اللي تحرمت من زوج بونت والفار نحاه لي وقبلت القانون وسكت مش نقصد الاسلام معناها تبعني في الفكره شو اقول لك فهمت بالنسبه لي فما فار انا ما كانش عندي معلومه ما فماش فار تقول لك انا عندي معلومه حتى حد ما عنده معلومه اللي فار ما فماش اذا كان الفار ما كانش موجود يا اسلام من هذيك اللي في التراش مين؟ انا نحكي ديما فيها طريقه تكنيك قبل الماتش اي ما تمشيش اي ما هيش تمشي معنا وشو ذنب الترجي في هذا معنا حتى الترجي نجم يكون متضرر معنا من الحكايه انا دخل دخل الترجي في يلعب كوره ماهيش بالنسبه لي هذه ترجي بالنسبه لي لا تدخل في لجنه التنظيم انا مش انا مش اللوم انا عنديش دخل انا ما نمشي نحكم انا نقول الترجي بالنسبه لي فريق منافس يدافع على الوان ويلعب على مستوى بالنسبه لي انا كمان في نادي جيت نلعب على اساس ثم فار في التيرا خليل شمام معناتها كان في بينهم فما جفار معناتها الحكم قال الحكم اعلمكم قال الحكم قال الحكم قال الحكم اعلمكم الزوز دو كابيتان انه ما فماش فار معناها اذا كان يا اسلام الفار ما كانش موجود هذاك الاختيار شنو؟ فهمت شنو نقصد ولا؟ انا جبت لك تلفزه حطيت لك في الدار وانت في بالك جاي باش تفرج وتلفزه هيك تخدم وتقول لي ما تخدمش كل من لون او بصير نحطها تلفزه انا ما لازلت ناخذ ما فهمتش نقصد انا ما لومش ما عنديش دخل انا ما نجمش انا اقول لك انا بالنسبه لي لوم الناس هم اللي عملوا الفار ولا الناس اللي دخل اصلا قصه الفار في الحكايه مناف انا ليه تلعب الرتو هو انا في الاخر انا مش ملاطف مع الفار يعني انا ما نخش تحت انت تقول لي على اسم موجوده على اسم موجوده التلفزه معناها هو كانوا باش يخدموه يا اخي ما خدمش قبل المقابله الحكم عايط الكابيتان تاع الوداد وعايط الخارج جميل قال لهم اللي الفار ما يخدمش الفيرسيون اللي انت سمعتها هذه الفيرسيون اللي انت تعرفها اما الفيرسيون الحقانيه اللي احنا عشناها في الدراما راهو ماهيش هذيك اللي خرجت في الناس الواقع هذيك اللي خرجت في الناس خاطر احنا ناكد لك كان جينا عندنا معلومه اللي الفار ماهيش موجوده رانا ناكد لك فما حاجات اخرى ما فماش معلومه هذه رانا خرجنا قلنا في بالنا ولا احنا ما نعملوش احنا في بالنا الفار ما موجوده ونعملوا حتى لا شو هرتي طالبوا بالفار ولا الاربيتر مشي يشوف الفار ولا يعني
في لوجيك لي فيرسيون اللي وصلت فيه سي معقول انت تقول انتقال وهكا 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 انا سامحني كي خي فما ريونيون تكنيك ولا ما فماش ريونيون تكنيك قبل الماتش بالنهار ريونيون تكنيك يقول لك المثل الفرنساوي غير كي ريزيكري راه ما فما كاين حاجه اكري مش بغبال تقول له والله اليوم راه قول له فما ريونيون تكنيك قول له راه الفار مش موجود وقتها انت تقوم بالاجراءات القانونيه دونك الوداد انسحب انسحب خاطر ما فماش فار معناها لا ما انسحبناش احنا شو قال انسحبنا خرجتوا من خرجتوا من المستطيل الاخضر بيتم ولا بدات 40 دقيقه على شو عندنا حتى نقطه باش مناف اسمعني في السؤال مناف قلت لك بقيت 40 دقيقه قلت لك اسمع السؤال 40 دقيقة بعد ما خرجتوا 40 دقيقة تقريبا اللعبة واقفة علاش معناها واقفة كيما انسحبتوش؟ لأنه وقت اللي احنا ما انسحبناش وقت اللي احنا صار اللحظة بتاع الدخ اللاعبين طالبوا بالفار فالحكم تجاهل الفار فهو من بعد قال لك ما فماش فار فما فار مشى شافها ورجع الفار وما رجعش هذا اللي صار في السيناريو انا نحكي لك شنو عشت في التيران راهو ما مشيتش انا نحكي لك شنو اللي عشته في التيران انا ما نكذبش عليك ما نيتش نخلق لك قصه مرات ما مشيتش الحكم للفار الفار فما فار اللاعب اللي انت من حقك معناه صار اللاعب من حقه طالب الاربيتر بالفار والاربيتر مشى باش يشوف الفار من بعد قال لك الفار يخدم وما يخدمش وبالتالي اللي فما حتى في التلفزه كان ترجت وقالوا بس ما مشى الكرون تاع الفار حبيت فهمت معناها ما فماش انت عتار ما قلتش تقول انسحاب انسحاب وقت اللي الاربيتر يعيط الكابتن يقول له عندك في يدك الفار لون باش ترجع وما صارش هذا الكل احنا ما انسحبناش احنا موجودين وكان قال ارجعوا ولا نرجع نلعب وما قالش كيفاش ما قالش ما عايش واقفين هذاك الكل قرر انه وقف المباراة واعلن وعطاو اللقب للترجي هذا واللي صار ماذا كيما قالش علاش واقف اللعبة 40 دقيقة والله يا خويا كل هو مثلش انا بالنسبة لي موجود في التيران وقعد نسخن في الملعبين انا رجع دي طون طون قاعد نخدم في التيران وبالمثل حتى الترجي معناه والإشارات اللي نشوفوا فيهم تاع الإشارات اللي شفناهم تاع أخرجوا أخرجوا من الملعب أنا شفتهم حتى باليدين ليه أنا كنت في الملعب موجود شفنا إشارات تاع أخرجوا ليه من البنك من الملاعبين اللي في وسط التيران أخرجوا أخرجوا إشارات باليدين كانوا موجود هذا مثلا فوز بنزرتي نقول لك عمل إشارات تاع أخرجوا لا صحيح موجود مانيف موجود أنا أقول لك راني حاجة راني أنا تو خير معاك الوداد راني خرجت اما كل انسان ياخذ حقه انا كنت في الملعب شفتهم مناف وموجودين في فيديو مناف معناها مش من مجموعته هو باش يقول يخرج يا اخي هو اقوى يعني باش ياخذ قرار هكاك ما نحكيش بلسان حاجه ما نجمش نقولها ما صارتش نقول صارت راه يستحيل يا اخي احنا فينا الشامبيونز ليج نجيو هكاك نخرجوا راهو العالم كله شايف فيه خويا اسلام لا مناف هو انا قلت لك شفت هذه وموجود في دي فيديو ايضا تنجم تثبت فيها معناتها تنجم تشوفه حتى انت شوف اخويا اسلام انا نحكي لك على اللي عشته انت خويا انا راني نحكي معك اونيت مانيش نحكي معك بالكوندويت راه نحكي معك بصراحه فهمت انا انسان اونيت كل انسان نعطي حقه انا الماتش هذاك عشته صارت فيه معناها خوفه كبيره وتوا تشوف القضاه مازال ياخذ في مجراه معناها كجات القضيه معناها كما نحكي واحنا توا ما توصلش هكا للمواصله معناها ما انسحبتوش على خاطر في مشكله سبب شوف احنا نقولوا طرفين انا نجم نقول لك الوداد جاء باش يلعب كوره فهمت وفي الاخر لغى على بالك تشوف شنو صار تمنينا كان المباراه توقفت تمنينا كان وعلاش احنا من الاول خلقها المشكله خليته وانت لجنه التنظيم حتى يتبار اخويا واللي كل ما يرزاني ما مشيتش هي ما مشيتش تبارك الله عملهم انا اون تايم دو ماتش بي ومن بعد احنا خذينا كيف كيف الريليز كيلومترو وكان ما تشوف النهائي كل ما يرزاني ومبروك على اللي يربح معناها محلاها الكوره معناها شوف هذيك شهر الفوتبول وفرتو زوج فرق عربيه هذه هي محلاها فينال وزوج مدربين توانسه شوف محلاها معين على اليمين وفوز على اليسار فهمت معناها لجنه التنظيم ولا اللي عملت القصه نتاع الفار هذه ربي يهديها مناف ما انسحبتوش خاطر سمعنا دو فيرسيون ما انسحبتوش معناها خاطر غياب الامن كانوا تحكي من بعد لا الامن اخويا بصراحه يرحم والدي صراحه انا اول مره اني كتونسي ونشوف الحمايه الامنيه اللي صارت لنا من المطار حتى للطيران فريمون الامن كان خدمه كبيره وبرافو عليه معناها خاطر قال لك انا امني نحكي على روحي كفريق شفت الفريق امور امنيه شفتها من امريكا معناها حتى مشكله مع الامن انا بالنسبه لي ما شفتش مشكله مع الامن اي خاطر تقالت الفيرسيون هذه اكيد سمعتها معناها شوف راني الفيرسيون هذوما اللي يخرجوا كلهم بالنسبه لنا احنا في الاخر فما قانون وفما القضاء وفما التاس وباش تحكوا معناها اللي كما قلت لك هذا القانون باش ياخذ اجراء تو انا مانيش حاضر انا شنو صار
الدرنير المحاكمة الأخرى اللي صارت في التار. أنا حكيت لك شنو صار في التيران. أنا بالنسبة لي كنت ريباراتور فيزيك، خدمت خدمتي تلك ليه نوصل نور خدم خدمته، الأمن زاد خدم خدمته يعني فيه صح فهمت، والترجي لعب ماتشو دور هيك احنا لعبنا ماتشونا. هذه مشكلة الاربيتراج ومشكلة التحكيم، ما خطبنا قعدنا كثير ما قعدنا فريق خطبنا احكيمات صراحة على غالب احنا ناس ما زلنا ما حبيناش نفهموا ان الكورة تتلعب على التيران خويا صراحة خلينا نطور شوية شوف العالم شوف احنا وين طبعا ماتش الشامبيونز ليج يخرج بالطريقة هذه مش باهي يمس معناها يقعدوا ديما يخليونا يضحكوا علينا الناس. التصريح نتاعك مانيف بخصوص تشريف الرايه المغربيه زربت فيه شويه. لا 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 هذاك صافي سانسور، انا ما قلتش انا في شرف الرايه المغربيه، ارجع اليوتيوب تلقاها ما قلتش. قلت احنا جينا باش نشرف الرايه المغربيه. شوف انا ما قلتش انا باش نشرف الرايه المغربيه. اي تحكي بصيغه الجمع، قلت انا جينا هكا ولا لا؟ قلت الوداد ما قلتش انا، فهمت؟ قلت انا باش نهز رايه المغرب، انا تونسي وانا في المغرب عايتوا لي تونسي راه انا جامي ننسى اصلي جامي ننكر في اصلي جامي معناها علاش قلت لك كل واحد خرج فيرسيون هو كيما قلت لك خويا سلام انا انسان تعديت هالمرحله هذيك وتجاوزتها وهاني نعاود نقولها لك اي انسان غلطت معاه واي انسان تحس من كلامي راني اعتذرت منه وعامله ولا ما عندي حتى مشكله الحمد لله يا ربي بلادي تقعد ديما بلادي ترى ريت فتره كونفينمون راه تقعد ديما تونس والمغرب نحبه وجمهور اخويا جمهور الوداد من الناس اللي ما عمري ما ننساهم وقفوا معايا وناس تحبني برشا وعطاوك الفالور نتاعك واليوم انا عندي ايماج باهي في المغرب الحمد لله هذه ما تشريش بالفلوس فما حاجه يا خويا السلام راك الايماج نتاعك وصدقك ما تشريش بالفلوس الحمد لله واحد الناس تحبه وناس تقدره وناس تحترمه هذا حاجه نعتز بها وان شاء الله واحد وين يمشي يخلي بلاصتو دي هذه ايش نجم نقول لك انا هكا تربي ما نفهم صحيح انه فوزي بن زفت اقترحك قبل باش تخدم معاه في الترجي وقع رفضك من الاداره يستحيل الحكايه هذه خرجتها جماعه الله يهديهم وانا نعرف شكون من الترجي خرجها وهو زاد نعرف شكون وراسي هذا الكل نعرفه انا راني نقول لك حاجه وقت اللي سي فوزي مشى للترجي انا راني نخدم في نجم البحرين باش تبدا واضح معناها انا راني وقت خرجت من الاتوار مشيت للخليج وسي فوزي في الترجي وظهر لي الترجي ماهيش تستنى في مناكش يجي تبارك الله عندها المعدين البدنيين نتاعها وكونت ناس ماهيش حاجه معناها انا زعما دقدقت البيت سمح لي الترجي تخدم هكا بالطريقه هذه في الثوره كان السلام عليكم والاخر قال له جبت سي في معناها انا مع الترجي الرياضي يديروا شغل هو يعني خذوا كونوا ريال شويه انا اول حاجه انسان عندي اسمي والحمد لله خدمت في جمعيه الكبار وهديت الالقاب مانيش البارح ولا اليوم جيت باش نقول وقت اللي سي فوزي خرج من الاتوار مشى للترجي انا مشيت نخدم جاني عرض في النجم البحريني ومشيت نخدم في النجم وهزيت كاس الملك العام هذاك معناها يعني فا كويرونس الحكايه فهمت السلام عليكم انا انت ما خلاش السؤال نتاعك باش الراي العام يعرف بالطبيعه هاي مش رايي يعني ما الناس تفك على الكلام اللي قاعد يدير إيه يعني. انت يعطيك ساعه خاطر هذوما اللي قاعد يتقال وانا يعطيك ساعه جبني سؤال معناها هذا الشيء اللي قاعد يتقال معناها باش الناس تعرف ادخل انت معناها يكفي انه انت في حبيت قدم الناس تتكلم راني انا في 2017 راني في النجم البحريني نخدم وتوجت كاس الملك بي ما نفس توقعوا الانصاف في التاس ولا صعيبه الحكايه بعد ما حكمت الكاف للترجي وحكمت التاس بالنسبه الاولى باش تعاود النظر في القضيه والله انا مش مصالح نكش عليك على يعني على الحكايه اللي سمعت زينير موت يا خواتي اللي هو ان ما تفرق لي نتاع معناها رئيس اللجنه القانونيه في الترجي كان صلح لي يقول لي غلط ولا رئيس اللجنه القانونيه في الترجي في التويت اي سمعته وقتها يحكي قال معناها لا يطعن الطعن مرتين معناها يعني قال في حتى ما سمعت هو الفيرسيون تاعو واش قال انه الترجي معناها يعني الوداد ماهوش باش يزيد يخسر اكثر من اللي معناها يا اما باش يطبق القانون يا اما الوداد باش يطلع رابح الحكايه هذا من الملخص اللي فهمته من سيريا انا ما عرفتش انت سمعت معايا ولا وقت جابوه في التاسع لا يطبق القانون معناها تقعد كما حكم الكاف معناها ولا يا اما حكم يا اما بالحكم مش يقعد كيف ما هو يا اما بتصير معناها يقولوا ان الوداد ما انسحبش وباش تولي قال لك ندخلوا في فيرسي اخرى وباش تولي مصلحه الوداد يعني ممكن القضيه باش تاخذ معنا عرج اخر هذا اللي سمعت علاش خرجت ما نفع علاش خرجت من الوداد والله شوف الوداد وقت معناها احنا ديجا بعد ما تيفوزي ما رجعش وقتها من شال الاتوال يعني ديجا لونتونور كي جا صف جديد صارت لنا برشا مشاكل يعني بدايه الموسم مع مواتش باش يتعاود ما يتعاودش ومن بعد صارت ظروف ما نكذبش عليك المدرب معناها حب يجيب مع الستاف من بعد الوداد قالت لي انا عندي ستاف كيما تعرف الكوره كيما تمشيش واحنا في انسيكل وانا عملت ثلاث سنوات في الوداد تاو هذيك الكوره يعني ماكش باش تقعد كيما نقولوا في انسيكل تاو ما تكتبش المكتوب ما نحبش ما نقول لك في الديتاي شنو اللي صار خاطر
في مارس انا خرجت من البدايه فهمت، ولكن اوفيسيالمون راني خرجت في جوان باش نكون واضح معك، راني انا قعدت مع الوداد حتى تقريب الفامي ولا جوان، وقعدت في الديريكسيون تكنيك، والحقيقه الرئيس سعيد ناصري ما قصرش معنا الحقيقه الاخيره متشبث بيه، ولكن في الاخر من بعد جاني انا عرض مع عند اولمبيك ريغا سيد احمد العزالي ما كونتاكتيه باش نخدم معاه، عطوني بوست بصراحه انا عندي قداش نتمنى نكون معنا في البوست هذاك، جو لو بوست دو مانجر جينيرال مشرف عام على الاعداد البدني، يعني ناخذ تاريخ كامل مانيش كان كوتي سينيور، يعني جو في لا فورماسيون بور لي بريباراتور فيزيك لي زونترونور دو جون، نعمل محاضرات في المغرب وفي نفس الوقت معد بدني فريق اول، يعني بوست الحقيقه نتاع بروجي وفي المكتوب مع الوداد، نتمنى الوداد باش يكون معنا ماهوش بشق على مناف نبي، مسير تطلع الله تشوفوا فيه مازال موجود في ديمي فينال تشامبيونز ليغ، متصدر في الدوري، واليوم عندي اوبجيكتيف اخر تو، نتمنى ان شاء الله عندي بروجي اخر مع اولمبيك خليل ان شاء الله ربي يوفقني وكذا ان شاء الله. هذيك الكوره خاطر معناها حبك للوداد كبير معناها، فشفتك فيديو بكيت وصلت بكيت على خاطر الوداد هكا. اخويا شغل بالحق الوداد فريق مش معناها نقول لك فريق فما كونتاكت كبير، علاش خاطر صراحة فريق كي تحس بروحك في عائلتك ولا تحس بروحك عندك فالور سورتو ناس تحبك برشا، ناس كيما الملاعب راهو معناها احنا رانا في الاخر انا مش خاطر انا زعما تونسي بالحقيقة فما لازم نقول لك نحب برشا الوداد، لازم نقولها مثال شنو نقولها نحب برشا الوداد. علاش ما خرجتش مع فوزي بنزرتي كي خرج منير؟ والله شو سي فوزي هو حر في قراراته وفي الكونترا، سي فوزي جاء عرض النجم تاعي وانا عاود جدا كلمني سعيد ناصري باش جدد لي العقد، لما لا قلت فرصه اخرى وبروجي اخر وعاودنا جددنا العقد، يعني في نهايه رانا احنا عاملين في الفتره هذه نهايه عقد يعني فهمت. واضح سي فوزي مشى للنجم الساحلي وانا عاود معناها جيل باش نعاود رينوفالمون كونترا، دونك قلت لما لا وتجربه جديده وبروجي جديد، واي واحد يتمنى يخدم في الفريق رقم واحد في افريقيا اليوم تشوف مازنبي ولا ترجي ولا الوداد هذوما ثلاثه متصدرين اليوم في القاره الافريقيه، يعني اي انسان يتمنى يخدم وقت اللي تجيك لوكازيون باش تخدم في الفرق الكيفات هذوما الثلاثه ديما تقول الواحد بوركو با. واضح شكرا لك يعطيك الصحه مناف نبي على كل هذه التوضيحات. ميرسي بوكو اسلام ونشكرك على حسن الضيافه ويعطيك الصحه. مرحبا ان شاء الله كنت خفيف الظل عليكم. مرحبا بك ويعطيك الصحه شكرا لك مناف نبي، مازلنا مواصلين في فير بلاي حتى الخامسه نتاع العشيه، فدوى تركي في الاخبار وبعد رجعنا.